مكملين في الفحص الظاهري او العيني لعينة البول physical examination. قلنا الحلقة اللي فاتت الفوليوم والobtaining time والprocessing time والspecific gravity. ركز معايا الحلقة دي، هنكمل الفحص الظاهري وهنتكلم عن اللون والريحة والمظهر والراسب والرغوة. يلا بينا. استلمت العينة يا بطل من المريض وعلى طول بتفحصها بعينك، اوعى تركنها، اتفقنا؟ بفحص على طول قدامك العينة. ومع اول جزء من حلقة النهاردة وهو اللون، مسمياته في الريبورت كالر او يوركروم. عايزك تعرف ان اللون الطبيعي للبول هو الاصفر يلو، بدرجاته بقى سواء فاتح بيل يلو لايت يلو او غامق او كهرماني اللي هو ديب يلو او الامبر يلو، المهم يكون اصفر. طيب ايه مصدر اللون الاصفر بتاع البول ده؟ هقولك، خلايا الدم الحمراء متوسط عمرها 120 يوم، لما بتتكسر بيخرج الهيموجلوبين منها اللي بيطلع منه حديد هيم، هينتج عنه صفراء غير مباشرة اللي بيتعامل معها الكبد ويحولها لصفراء مباشرة، واللي بتتحول لبايلينوجين، وبعد لفة طويلة بتروح للدم وتنزل للبول على هيئة يوروبايلينوجين بنسبة بسيطة قوي، بتعطي البول اللون الأصفر الخفيف بتاعه. ولازم أشوف وأسجل اللون أول ما استلم العينة لأن اللون ممكن يتغير مع الوقت. طيب في أسباب كتير جدا ممكن تغير لون البول، هما أربع أسباب، إما مشكلة مرضية أو فسيولوجية أو أكل أو شرب أو دواء. حلو قوي، تعال اقول لك الوان زي ايه. اول حاجه عديم اللون او شفاف، وده لما اليوروبايلين تقل فاللون الاصفر هيقل او التركيز خف، ممكن بسبب مشكله مرضيه او فسيولوجيه زي دول، او بسبب شرب، او بسبب ادويه زي دي. اللون الاصفر الفائع نيون يلو، ده بسبب ادويه زي دي او ماكولات واطعمه زي دي. اللون البني او البني المحمر البراونش، وده لاسباب مرضيه او فسيولوجيه زي دي او ادويه زي دي. اللون الاحمر ريدش، ممكن بسبب امراض زي نزول خلايا الدم الحمراء في البول بنسميها هيماتيوريا، والاسبابها بقى او خلايا الدم الحمراء اللي نزلت البول دي متكسره والهيموجلوبين ساح في البول هيموجلوبينوريا، والاسبابها او بسبب ادويه زي دي او بسبب مأكولات زي دي. اللون الاخضر جرينش، وده لاسباب مرضية زي دي او ادوية زي دي او اطعمة زي دي. اللون الازرق المخدر، بسبب مشاكل زي دي او اطعمة زي دي. اللون الاسود، بسبب امراض زي دي او ادوية زي دي. اللون البرتقالي، لأسباب فسيولوجية زي دي أو أدوية زي دي. اللون الأرجواني أو القرمزي، لسبب مرضي زي ده. اللون الأرجواني المحمر، واخد صبغة زي دي. آخر لون تلاقي الست بتصوت، في إيه يا ست؟ ابني البول بتاعه لونه كده. يا ست كل عام وانت طيبة، بمناسبة المولد النبوي ابنك واكل حلاوة مولد كتير، ما تقلقيش. ومع الجزء الثاني من حلقة النهاردة وهو الرائحة، ريحة البول ومسمياتها في الريبورت أدر أو سميل. الريحة الطبيعية للبول هي الأروماتية، أروماتيك سميل. طيب إيه مصدر ريحة البول دي؟ بسبب وجود الفولاتايل ميتابولايتس في البول، كل دي روايح مختلفة للبول، ريحة فواكه وحلويات، وده ممكن بسبب الكيتينيورية اللي بسبب دول. ريحة الكبريت، وده سببه ريحة منفرة أو ريحة الأمونيا العفنة دي، وده بسبب بكتيريا أنتجت يورييز اللي أنتج أمونيا فخلت الريحة كريهة لسبب من ده. ريحة التوم، غالبا بسبب حاجة من دي. ريحة الفران، بسبب مشكلة وراثية زي دي. ريحة الماجي، بسبب مشكلة وراثية زي دي. ريحة عرق الرجلين، بسبب مشكلة وراثية زي دي. ريحة الهليون، بسبب الأكل ده. ريحة المنبهات، بسبب المأكولات والمشروبات دي. ومع الجزء الثالث من حلقة النهاردة وهو مظهر البول ومسمياته في الريبورت Aspect, Appearance,
turbidity, clarity, opacity, cloudiness, haziness. ايه هو المظهر؟ هو درجة نقاء البول في العبوة او درجة عكارة البول في العبوة او مظهر البول. طيب ازاي اقيس واقدر المظهر؟ دي حاجة شخصية عينية، لانك بتعمل ميكس كويس للعينة وقدام مصدر ضوء قوي بتلاحظ عينة البول في العبوة هل هي رايقة ولا معكرة وتكتب رأيك. الطبيعي انها تكون كلير رايقة، البول الفريش المفروض يكون رايق. التقديرات عندك كالآتي، أول حاجة رايق كلير، تقدير اللي بعد كده نصف معكر سلايت تربيد سلايت كلاود أو هيزي، التقدير الأخير وهو معكر تربيد أو كلاودي. طيب إيه هي أسباب العقارة وتغيير المظهر؟ ممكن تكون العقارة بسبب أي حاجة من اللي هتشوفها بعد شوية تحت الميكروسكوب، زي مخاط، كريات دم حمراء، خلايا دم بيضاء اللي هي الصديد، خلايا طلائية، أملاح مرفص، أملاح كريستالات، بكتيريا. والعقارة اللي بسبب دول غالبا هتروح لما تسنتر العينة في السنترفيوج، أو عقارة بسبب حاجات ملوثة للعينة زي سائل بروستاتا أو خلايا من الجلد أو إفرازات مهبلية أو غسول الجسم اللي هو البادي لوشن أو بروتين، والعقارة دي غالبا مش هتروح حتى لو سنترت العينة. في حالة نادرة انك تلاقي العقارة بلون الدهون اسمها ليبيديوريا، وسببها كالآتي، اما سبب داخلي في عندي نيفروتيك سندروم او سبب خارجي بياخد اويلي اوينتمنتس. درجة العقارة يا صديقي غالبا تتناسب وتتماشى مع كمية المواد المقدرة تحت الميكروسكوب. ومع الجزء الرابع من حلقة النهاردة وهو الرواسب ومسمياتها في الريبورت سيدمنتس ديبوزيتس بريسيبتيت ريسيليو، هي كمية الراسب المتكونة من عينة البول. طيب هعرفها ازاي؟ هعمل ميكس لعبوة البول وفرغ منها 10 ملي في انبوبة، وعندي طريقتين. والله لو هترسب مع الوقت طريقة اسمها SST تكنيك، ولو هترسب بالسنترفيوج طريقة اسمها CST تكنيك. وبعد ما سنتر العينة اشوف هل في راسب ولا لا، لان في زملاء كتير مفكرة البند ده بقيسه اول ما تستلم العينة، وده غلط لتلات اسباب. السبب الاول، محال العينة لسه مستلمها وتلحق تكون راسب. السبب التاني، المراجع قالت استلم العينة وحضرها واشتغلها فورا ممنوع تركنها. السبب التالت، المراجع قالت بشوف الراسب بعد السنترة. الطبيعي ان مفيش رواسب نيل او ابسنت. التقديرات بتاعتي كالآتي، مفيش راسب يبقى نيل أو أبسنت، في راسب بسيط بلس واحد تريس فيو، في راسب متوسط اتنين بلس، في راسب كتير تلاتة بلس. الأسباب بتاعة الرواسب هي نفس الأسباب بتاعة المظهر اللي قايلها من شوية. خد بالك من شوية فنيات كده، أملاح الأمورفس غالبا راسبها كتير، أملاح اليوريت راسبها لونه مايل للبمبة أو الوردي، أملاح الفوسفيت رسبها لونه مايل للأبيض، الكريستالات غالبا رسبها قليل في قاع الأنبوبة، كريستالات الكالسيوم أوكساليت غالبا ملهاش راسب إلا لو موجودة بشدة وهتلاقي اللون غامق شويتين، الكريستالات زي اليوريك أسيد والتريبل فوسفيت لما تفرد رسبها على الشريحة وتشغل إضاءة الميكروسكوب هتلاقي بعينك لمعان أو انعكاس بيلقلق، لمعة وانعكاسة اليوريك صفر برتقاني، أما التريبل بيضة نيون. الصديد والخلايا الطلائية غالبا رسبها أبيض، الصديد غالبا الراسب بتاعه أتقل شوية وأحيانا مصفر، الخلايا الطلائية غالبا رسبها هش أو هايش ومش بيترسب بسهولة، خلايا الدم الحمراء طبعا بتعمل راسب أو بيلت صغيرة سواء مش متكسرة أو متحللة جزئيا ولونها أكيد أحمر. من الآخر دي خبرات ليس إلا وفقط للطمأنة، ولكن الفيصل هو الفحص المجهري. وللعلم أنا شخصيا لازم تقريري يكون متوافق في بند الأسبكت والسيدمنت والميكروسكوبي، يعني مثلا في الميكروسكوبي عندي الباس أوفر 100 هلاقي الأسبكت تربد السيدمنت موجب 3، في عندي باس من 40 ل 50 هلاقي الأسبكت سلايد تربد السيدمنت موجب 2 أو 1، في عندي باس طبيعي هلاقي الأسبكت كلير والسيدمنت نيل. وقيس على كده بقى باقي بنود الفحص الميكروسكوبي وعلاقتهم بالأسبكت والسيدمنت، فما جيش ألاقيك عامل لي تقرير كده ولا جلاقيك عامل لي تقرير كده.
لا تهمل الكلام ده يا صديقي. من أفضل ما قرأت عن البول جملة جميلة جدا بتقول The physiological renal biopsy. ومع الجزء الخامس والأخير من حلقة النهاردة ومن الفحص الظاهري لعينة البول ومع الرغوة فوم، أيوة الرغاوي، عبارة عن رغوة وفقاقيع في البول مستمرة حتى بعد ثبات العينة. الطبيعي ان البول مفيش فيه رغاوي absent nil. طيب ده بدي اعرفها ازاي؟ بص يا سيدي، لو عملت ميكس للعينة هتعمل رغاوي وده طبيعي. طيب لو سبتها دقيقة اتنين الرغاوي هتروح، لكن لو ما راحتش بقى هي دي الرغوة اللي انا اقصدها وهسجلها في تقريري. التقديرات كالآتي: مفيش رغاوي خالص هقول نيل او ابسنت، في رغاوي هقول فومي، ودول اشهر اسباب الرغاوي في البول. فنيات بسيطة كده على الماشي. فيزيائيا يا صديقي اندفاع وسكب سائل في اناء هيولد فقاقيع ورغاوي، وبتختفي الرغاوي دي فورا من على سطح عينة البول لما تهز او تحرك العبوة. لو استمرت الرغاوي دي حتى بعد الحركة يبقى غير طبيعية. ركز لو المريض عنده دول ممكن يساعده في عمل رغاوي في العينة. في مصطلح اسمه نيماتيوريا، وهو وجود غازات في البول بس مختلف عن موضوع الرغاوي تماما، وده حاجة تانية خالص. بس خلاص كده، استناني الحلقة اللي جاية في الفحص الكيميائي لعينة البول. لو ما قدر تعبي في الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله، واعمل اعجاب للفيديو وشير ليه على صفحاتك الشخصية علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الزملاء.